بسم الله الرحمن الرحيم. محمد هزاع الفاسي رئيس مجلس القائمة الائتلافية. القائمة الائتلافية رائدة الحراك الطلابي، تعمل لخدمة الطلبة والطالبات جامعة الكويت. مبدأها قائمة كل مسلم محب لشرع الله، قائمة كل وطني يحب وطنه، قائمة كل طالب ينشد جامعة أفضل. مهما عملنا مهما سنعمل سنظل مقصرين في حق إخواننا الطلبة والطالبات. طموحاتنا ليس لها حد، وتطلعاتنا أيضا ليس لها حد. نعمل نجتهد نخلص في كل ما نعمل، وعلى كل هذا إخواننا الطلبة والطالبات يستحقون الأكثر والأكثر. لن أستطيع أن أحصر متطلبات القائمة الائتلافية، فهي الأعرق بين كل القوائم، وهي رائدة الحراك الطلابي بفضل الله تعالى. إلى أنني سوف أذكر بعض متطلبات القائمة: إغرار الفصل الصيفي، وإغرار التسجيل الإلكتروني بعد ما كان ورقي، وإغرار الخدمة الاجتماعية وزيادتها. سوء المنشآت الجامعية، نسعى في كل سنة في الضغط على الإدارة الجامعية والإدارة الحكومية لانتهاء من المدينة الجامعية التي أصبحت للأسف بعد تعسف الإدارة الجامعية والجهات الحكومية حلم لكل مواطن، عدم وجود مواقف للسيارات الكافية. ففي بعض المواقع لا تستطيع المنشأة الاستيعاب بهذه الأعداد الكبيرة، فإننا قدمنا متطلباتنا وأوراقنا لاستعجال المدينة الجامعية الجديدة. قلة أعضاء هيئة التدريس، الشروط المطلوبة للابتعاث تصل إلى حد التعجيز، والمقاعد المطلوبة للابتعاث لم تغطي الحاجة الفعلية. الطالبات هم نصف القائمة الائتلافية، فنحن في القائمة الائتلافية نعمل على أساسين: أساس الطلبة وأساس الطالبات. نحن في القائمة الائتلافية نفخر بأن نكون أول قائمة ترشح مرشح الرئاسة وتخوض الانتخابات وتفوز. الطب المساعد، نحن نخوض الانتخابات لفوز بالهيئة الإدارية لخدمة إخواننا الطلبة والطالبات بجامعة الكويت، لا لتحقيق الأرقام، فالأرقام هي آخر هم القائمة الائتلافية، وخدمة الجموع الطلابية هي همنا الأوحد. شكرا لكم على مبادرتكم الطيبة الذي تسلط الضوء على العمل الطلابي والطلبة الذين هم مستقبل هذا البلد الكريم. كما أشكر أخواني الطلبة وطالبات جامعة الكويت على ثقتهم للقائمة على مدار 37 عام، ونعدكم بالاستمرار إن شاء الله.